شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن بلاده توفر كل ما ستحتاجه إسرائيل للرد على هجمات حماس. وأشار بايدن خلال لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلي في تل أبيب إلى أن حماس ارتكبت فظائع في إسرائيل. الأمريكيون يقفون معكم، أنا هنا لأقف بجوار إسرائيل وأعرب عن تضامن الشعب الأمريكي مع شعب إسرائيل، وكي نتأكد بأن لديكم كل العتاد اللازم، أقول للشعب الإسرائيلي إننا ملتزمون بدعمكم وحمايتكم. من جانب آخر، توعد الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير حماس تماماً كما حصل مع تنظيم داعش. وأكد نتنياهو خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن أن مستوى التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة حالياً غير مسبوق. سيد الرئيس، لقد ذكرت أن حماس أسوأ من تنظيم داعش، وهذا ما قاله المستشار الألماني كذلك. أنتم على صواب، عقدون العزم على هزيمة وتدمير حماس كما فعلنا مع داعش. أؤكد لكم أن إسرائيل متحدة لهزيمة حماس. للمزيد معي من القدس مراسلنا نضال كنعان. نضال، إذن بايدن يتبنى الرواية الإسرائيلية في الهجوم اللي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني، وربما حتى يذهب أبعد إلى ذلك ليقول أنه فظائع حماس تجعل فظائع داعش أكثر عقلانية إلى حد ما. بالتالي إلى أي مدى يذهب بايدن في هذه الزيارة، وإلى أي مدى يتم الاحتفاء بهذه الزيارة من قبل الحكومة الإسرائيلية في هذه الظروف نضال، وماذا في متابعتها؟ نعم، أولا يعني في موقف الرئيس بايدن كان متوقعا أن نسمع موقفا حول ما جرى بالأمس بالمستشفى المعمداني. قلنا بأن إسرائيل لن تفوت هذه الفرصة لتكسب ربما المدفع الأثقل في ترسانتها الرئيس الأمريكي ووجود الرئيس الأمريكي في تل أبيب، خاصة وأن إسرائيل الآن في حرب على الرواية حول ما جرى بالأمس. وتبني الرئيس الأمريكي للرواية الإسرائيلية هو إنجاز إسرائيلي من وجهة النظر الإسرائيلية. بعد تبني الرئيس الأمريكي لهذا الموقف، سمعنا مباشرة موقف مماثل ربما أو شبيه من وزير الخارجية البريطاني. إذن بالنسبة لإسرائيل هذا إنجاز مهم، لكن هنالك قضية مهمة أيضا قالها الرئيس بايدن، وهو أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. هنا الرئيس بايدن يميز ما بين حركة حماس في قطاع غزة وما بين المدنيين في قطاع غزة. إسرائيل ومنذ اليوم الأول رفعت كل هذا التمييز، قالت بأن كل قطاع غزة هو حماس وبأنها ستتعامل مع حركة حماس وكأنه لا يوجد مدنيين في قطاع غزة. وبالفعل هذه كانت الممارسات في الأيام الأولى، شهدنا يعني تدمير أحياء كاملة في القطاع، تهجير نصف سكان القطاع إلى جنوبي القطاع، وعدم الامتثال لأي قوانين تحكم التعامل مع مدنيين في القطاع. عندما يقول الرئيس الأمريكي أن هنالك فارق، إذن هو يريد تعاملا إسرائيليا مغايرا لما كان منذ بداية هذه الحرب ولغاية الآن. هذا لا يعني بأن إسرائيل ستغير تماما من سياساتها تجاه القطاع، لكن على الأقل ستأخذ وجود المدنيين في الحسبان، إن لم يكن في الأعمال العسكرية فعلى الأقل على سبيل الأزمة الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. من المفترض أن نسمع شيئا من هذا القبيل بحضور الرئيس الأمريكي. لا يمكن أن تقول إسرائيل للرئيس الأمريكي لا، خاصة بعد كل ما قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل وباعتراف إسرائيلي. الآن هنالك اجتماع يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي مع أيضا هنالك يحضر هذا الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وهو حلقة الوصل بين نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية منذ تشكيل هذه الحكومة. أيضا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي يحضر هذا الاجتماع، وعن الجانب الأمريكي طبعا الرئيس الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي، ومستشار الأمن القومي الأمريكي. بعد هذا الاجتماع سيكون هنالك اجتماع للمجلس الحربي الإسرائيلي يشارك فيه الرئيس الأمريكي، وعلى الأغلب أيضا
أيضا الوفد الأمريكي المرافق له، مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي. طبعا الولايات المتحدة تريد أن يكون أو تكون القرارات العسكرية والسياسية الإسرائيلية متوافقة تماما مع المطالب الأمريكية، سواء ما تحدثنا عنه من أولا تخفيف العمل العسكري والأخذ بالحسبان وجود مواطنين أبرياء في قطاع غزة، وثانيا المساعدات الإنسانية إلى القطاع. نعم. ثالثا أمرا، هنالك أمر مهم وهو قضية الجبهة الشمالية. الولايات المتحدة في رسالة واضحة لإسرائيل، تحملوا كل ما يجري على الحدود الشمالية، تحملوا ضربات حزب الله، لا تشعلوا حربا إقليمية، لأن الولايات المتحدة غير معنية بها في هذا الوقت على الأقل. شكرا جزيلا لك نضال كنعان، مراسلنا من القدس.